لو انا سالت كاب او كام علمت اولادكم التحرر من العبوديه باشكالها الحديثه زي دلوقتي، يقول لك ما عبوديه ايه، ما زمن العبيد انتهى. لكن في عبوديه من نوع تاني. بعض الناس عبيد للشهوات، لما تبقى عايزه انا عايز الحلاوه دلوقتي، لازم اتفرج دلوقتي، لازم اقعد. لا، وفي ناس عبيد للضرم، لا لازم هاتيلي فلوس فلوس. او في ناس عبيده للشرب والمخدر او للعشق والحريم. علمت الانسان انك تكون حر، ليس بعبد حتى للشهوات، او انك تكون ملك لفلان يجيبك من رقبتك كده ويسوقك بسلسله. عبد الشهوه اسوأ، عبيد السلطه اسوأ، عبيد الجاه اسوأ، عبيد الكراسي والمناصب اسوأ. علموا اولادكم الكلام ده وفهموهم ان في انواع للعبوديه لازم نتجنبها. من سن كام؟ تمييز 7 سنين، 10 سنين حلو يفهموا، 10 سنين هيفهم. تعس النبي عليه السلام قال كده، وهي دي معنى التحرر والحريه. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه ان اعطي رضي، ده عبد، وان لم يعط سخط زي الحيوان. تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش، لو جه جاته كده في لا ما انتقش فيه. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسي في سبيل الله، اشعث براسي مغبره قدماه، ان كان في الحراسه كان في الحراسه، متعلم متربي، وان كان في الساقه كان في الساقه، ان استؤذن لم يؤذن، لا مش معروف، وان شفع لم يشفع، مش معروف، اتقياء اخفياء. ده معنى العبوديه لله. من فوائد العبودية لله أنك تتحرر من عبودية الناس، تتحرر من الشهوات. لو صرت عبد لله تحررت من عبودية الشهوة، لو صرت عبد لله تحررت من عبودية الدرهم والدينار. بقاش الدرهم والدينار هو اللي يخدمك، مش أنت اللي تخدمه. لو سألنا الناس أو حتى بعض أهل العلم كانوا بيقولوا متى يكون الإنسان عبد للدرهم وللدينار، عبد للفلوس يعني، وامتى ما يكونش كده؟ قال له لو كان المال عنده بمثابة الحمار الذي يركبه وبيت الخلاء الذي يدخله فليس عبد له، هو اللي بيصرفه. كله بيحتاج دبة ينتقل عليها وبيحتاج بيت خلاء ليقضي حاجته. أما العبودية لله بتخلصك من ده. تخلص شاب عابد لشابة بالحب، دي عبودية شهوة. تخلص شاب مدمن، العبودية لله تخلص واحد سكران من شرب الخمر، خلاص أنا عبد لو ربنا قال لأ. تخلصك من 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 كارثة. العبودية كمان تخلصك من شهوات الدنيا كلها، تخلصك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فتبقى حر. مفهوم العبودية لله عز وجل يكون في حق نفسنا، فنحب لله سبحانه وتعالى، ونبغض لله سبحانه وتعالى، ونعطي لله، ونمنع لله، ونعيش لله، ونموت في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا منهم، قولوا أمين. ومن جنده الأبرار، قولوا أمين. ومن الذاكرين الله له أناء الليل وأطراف النهار، اللهم أمين. يجعلنا له أحرار وعبيد له سبحانه، اللهم أمين.